أعتقد أولا أن سواء تعلق الأمر بتصنيف مدينة مكناس كتراث عالمي أو لا، فمكناس اليوم ما لاحظناه وما شاهدناه من تراث، من رصيد لا مادي، يجب أن نهتم به كلنا المغاربة كلهم، لأن هذا تاريخ وتاريخ حافل، ونحن بطبيعة الحال في الجهة لا يمكن إلا أن نكون إلى جانب مجلس المدينة وجميع يعني من يهتمون بهذه المدينة التي لم تكن في الحقيقة ولم تبقى مدينة للمكناسيين لكن مدينة للمغاربة جميعا، لأن تاريخ المغرب هو كله تنوجده هنا، وتخصنا ناخذ العبرة من هذه الشهادة ونحافظ على هذا التراث ونعرفوا به أكثر. هذا بطبيعة الحال راهين يعني بما يمكن أن نقوم به جميعا، ولكن يمكن لتخلد سنويا أو يعني لفترات أخرى لمهم، وهو ما يبقى شيء غير التخليد ديالو، نجيو نشوفوا الصور ونشوفوا الوثائق ونمشيو، ولكن بالعكس ناخذوا منها لمتاحف لطلب من الساكنة بالوثائق التي توجد عندها، وبلا شك كاين وثائق يعني غانية عند الساكنة، خاص يعني نحسهم بالأهمية ديال المدينة ديالهم بالنسبة للمغرب والعالم، ونحاولوا نحافظوا على هذا الشيء.